واضح ان حضرتك بتفهم قوي في السينما. حضرتك انا كنت زمان وانا صغير بتفرج على افلام كتير جدا، وبعدين بعد كده طلبوني يعني ان انا اكتب حاجات في السينما، ما وافقتش وقتها، لكن واضح ان انا هتدخل عشان انقذ الوسط السينمائي. افهم كده ان عندك قصه ليا؟ راجل عايش مع ست ستات. عايش مع ست ستات؟ هايل، جبتها ازاي الفكره دي؟ حضرتك انا ما جبتهاش، انا نفسي عايش مع ست ستات. ايه ده؟ وكمان قصه واقعيه؟ بص يا استاذ، انا هشتري منك الفكره دي واديك عربون فورا، بس انا عايز الفيلم بتاعي يكون فيلم جديد، عايز فيه اكشن. اكشن حضرتك؟ انا دايما بتخانق معاهم فده اكشن يعني. حلو قوي، عايز كمان فيه رومانسي. الرومانسي بعد ما اتخانق معاهم بصالحهم على طول. يا ريت يا ريت يبقى فيه شويه رعب. رعب رعب، برغم ان هم بيسمعوا كلامي وبيحترموني لانهم بيبقوا مرعوبين مني، مرعوبين. ويا حبذا لو في شويه تاريخ. تاريخي حضرتك؟ الجزء التاريخي ممكن نصوره في البازار، ما عنديش مشاكل خالص. كويس جدا. ايه رايك بقى في شويه استعراض على خفيف كده؟ لا استعراض معلش، انا مش بتاع استعراض، لان انا مش عنديش استعداد خالص ان انا اقدم اي تنازلات في بدايه طريقي. خلاص خلاص مش مهم، اهم حاجه عندي الكوميدي. حضرتك الكوميدي خلاص رطرط، اي حد بيعمل كوميدي، لكن حضرتك انا بعمل موضوع جد يثير الملل، يخلي المتفرج وهو بيتفرج يكبس عليه النوم على طول. هايل هايل. انا دلوقتي بس اطمن على فكره، انا همضي معاك العقد بس انا لسه ما عرفتش اسمك ايه. حضرتك انا اسمي عادل سعيد. وانا عادل حزين. انت كمان عندك فكره ليه؟ ايوه، راجل وسبع ستات. طب لو هديك نفس الاجر الست عندك تقف بكام؟ ايه ده حضرتك، هي شروه يعني الست تقف كام ايه يعني؟ حضرتك انا جايه قبله، وبعدين غير كده يعني انا ممكن الست ستات اللي عندي اخليهم سبعه، اتجوز واحده تانية، ممكن اخليهم ثمانيه، اجيب اي واحده قريبتي تقعد يعني، بس ده للاجزاء اللي جايه يعني. خلاص يا جماعه مش هنختلف، بس انا عايز اقول ان الفكرتين قريبين قوي من بعض، قولوا لي شوروا عليا اعمل ايه؟ الفيصل في الورق. ورق ايه حضرتك؟ ده اسمه حزين يعني، هيكتب كوميدي ازاي؟ وبعدين ورق ايه يا عم، واحنا بنبيع ترمس. خلاص تبقى خايف من المنافسه؟ لا مش خايف لعلمك بقى، وهتشوف. علشان نفض الاشتباك اللي بينكم ده، كل واحد يكتب الملخص بتاع فكرته ويقدمه لي. حياتنا خلاص يا جماعه هتتسجل على شريط سينما اخيرا. بيبي اللي انت بتقوله ده شيء لا يصدقه العقل. هو المنتج ده ملقاش غيرك انت، انت عشان يعمل قصة حياتك فيلم؟ يا سنة ما تحترمي نفسك بقى. اخيرا يا جماعة، يا جماعة المعاناة اللي الواحد طول عمره عايش فيها الحمد لله هتتسجل بقى، والناس كلها هيشوفوها. اخيرا الواحد حس ان الاحتلال اللي موجود عنده ده جيب فايدة. ايوة يا عادل، بس انا برضو مش فاهمان، انا ايه اللي خلاه يتشد بيك؟ ابني انسان عظيم، ودي اقل حاجة تتعمل له. يا سلام. عظيم بقى، مرت جايزة نوفل واخدها بلا خيبة، ده قعد 4 سنين عشان ياخد دبلوم. يا سناء يا سناء ما تحترمي نفسك بقى. يا جماعة ما ينفعش الجو الوحش ده، احنا لازم نعمل على تدعيم اواصر المحبة بينا عشان نخلق جو كويس للتحولات المستقبلية القادمة. بابا هو المنتج ده ممكن يخليني امثل في الفيلم؟ طبعا يا حبيبتي خليكي تمثلي، امال ايه؟ اولا انا يبقى لي كلمة مسموعة، يعني انا طبعا اللي كاتب الفيلم اساسا، فهقول له دي تمثل تمثل، دي ما تمثلش ما تمثلش. عادل انا من رأيي تشيل الموضوع ده من دماغك، احسن لك، اشتري نفسك يا ابني. عادل انا من رايي ان انت ما تشيلش الموضوع ده من دماغك يا بيبي، انت لازم تحارب بكل اصرار وشجاعه عشان تقدر تلاقي مكان تحت الشمس. شمس ايه في الحر دي؟ اي كلام وخلاص يا جماعه، سيبوني انا عايز بس اركز كويس قوي عشان اشوف هكتب ايه في الفيلم بقى. بس انا ماليش في الكلام ده، انا ما بفهمش في الكوره. يا ماما مش لازم تكوني بتفهمي في الكوره عشان تنزلي معانا الملعب، المهم ان انت تبقي موجوده معانا في الملعب عشان اي كوره الواحد يشوطها ما تجيش في العارضه. دول انت بتكتب ايه يا دولا؟ بتعمل ايه؟ بعمل الخطوط الرئيسيه. خطوط؟ انت هتبيع موبايلات يا دولا؟ موبايلات ايه؟ انت اي هيصه جاي فيها؟ موبايلات ايه؟ دي الخطوط الرئيسيه للقصه بتاعت الفيلم اللي انا بكتبه ان شاء الله اللي هيتعرض ويكسر الدنيا، يعني بشوف مين الشخصيات اللي هتعامل معاها وكده. وانا طبعا ان شاء الله مكتوب. مكتوب ايه يا ابني؟ هو احنا طالعين رحله لراس البر، اكتب اسمك ليه؟ ليه يا دولا؟ وانت يعني خلاص علشان ان شاء الله هتشتهر تقوم تبيعني انا؟ يا ابني انا لو طول ابيعك من زمان كنت بعتك، محدش راضي ياخدك ببلاش. يلا ليه يا دولا؟ ده انا ابن عمك يا دولا، تبيعني. خلاص يا رمز خلاص، مش عايز دوشه دلوقتي، هبقى اكتب لك مثلا مشهد ولا مشهدين ولا حاجه في الفيلم. يلا اتكل على الله. لا لو سمحت يا دولا خليني انا اللي اكتب بنفسي مش انت. اتفضل اكتب بنفسك، عايز تكتب ايه يعني؟ ايه حكايتك يعني؟ ماشي اتفضل يا دولا اكتب كده. رمز البردعي ده اسم الفن. البردعي ده نسبة للبردعة اللي هتتحط على ظهرك ان شاء الله.
هتكتب بقى وانت ساكت ولا هتنرفزني؟ لا انا اسف، انا اسف. اتفضل حضرتك، اتفضل عبر عن نفسك. ماشي. رمزي انسان كويس وابن حلال جدا وشاطر. رمزي حمار وما بيفهمش شهادة. ورمزي رياضي ومشنوق القوام و مشنوق القوام. بتبوظ لي الفيلم من قبليها. يلا 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 يلا، اطلع بره يلا، اطلع بره. خد 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 خد، تعال تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ هاي يا استاذ عادل، حقيقي هايل الجو اللي انت عامله ده. ربنا يخليك. عجبك يعني الصراعات اللي تخنق اللي موجوده في العيله دي؟ عجبتني جدا. مش ده برضو اللي بيسموه البلاك كوميدي، اللي هو الـ 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 الكوميديا السوداء؟ هو في كوميديا سوداء وكوميديا جنجا؟ طبعا يا ماما، الكوميديا انواع كتير جدا. في كوميديا سوداء، في كوميديا بيضاء، في كوميديا مخططه، كوميديا مربعه وكروهات. يعني اخيرا يا فندم ملجأ الاحداث اللي احنا عايشين فيه ده طلع منه فايده. ولعلمك عشان تبقي فاهمه، المكان ده زي ما اخوك لي حق فيه انا كمان لي حق فيه، وده لا يدعو لاي مجال للشك ولا هواجس الدفينه. هواجس دفينه ايه بس رانيا؟ هو اي كلام انت بتقوليه وخلاص ولا ايه؟ يا جماعه يا جماعه، بلاش الصراعات الداخليه دي وخلينا نركز مع الاستاذ. يا استاذ خالد، يعني حضرتك شايف ان الموضوع اللي انا كتبته ده عن قصه حياتنا كلنا يعني ينفع يبقى في السينما مثلا؟ لا لا لا، لا ليه حضرتك ترجعت في كلامك ولا ايه؟ لا لا لا، مش قصدي، انا قصدي اني مش هعمله فيلم، انا هعمله مسلسل. مسلسل مسلسل سيت كوم بتدور احداثه بين راجل وست ستات، واسمه كمان راجل وست ستات. يعني ايه نص كوميدي؟ نص كوم اكيد مسلسل صيفي مثلا ولا حاجه. يعني ايه صحيح ست كوم ده؟ مسلسل ست كوم ده هتدور احداثه بين راجل، البطل بتاعه هيبقى اسمه عادل، هيعيش مع اسرته واسره مراته في نفس الشقه. تخيل الشغل اللي ممكن يطلع من القصه دي. ممكن يبقى شغل جامد جدا طبعا، بس حضرتك يعني مش شايف ان اسم راجل وست ستات ده غريب شويه؟ طب وعمو رمزي؟ نسيت بقى اقول لكم، عادل هيكون عنده بازار، ابن عمه رمزي هيكون بيشتغل معاه في البازار ده. غريبه قوي يعني ان يبقى رمزي شغال معايا يعني. لا بالعكس خالص، الفكره دي فكره جريئه واقعيه، وهتشوف الناس هتحبها قد ايه. يا رب الناس تحبها يا رب. لا وكمان ايه، احنا ممكن نطلع اسرار كتير قوي من حياتكم. رانيا مثلا، هل كانت بتحبك قبل الجواز ولا لا؟ وايه دلوقتي؟ هل ما زالت بتحبك ولا في بينكم مشاكل؟ أم، هل كان عندها رغبة في الارتباط بحد تاني بعد الانفصال عن أبوك ولا لأ؟ إيه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني يا أستاذ خالد؟ استنى، وحماتك، هل شفتها وهي بتتعاكس في الشارع قدامك قبل كده ولا لأ؟ ولو ده حصل هيكون إيه رد فعلك؟ هتدافع عنها ولا هتخاف إنك تنضرب؟ أستاذ خالد معرفش، بس ده يعني كده كتير، يعني مش معقولة يعني. وأختك، هل هي فعلا بتحبك ولا زي ما انت كاتب عنها هنا في السيناريو؟ وبنتك، انا ملاحظ انها ممكن تبقى بطلة في العمل رغم انك مهمش دورها قوي هنا. وبعدين قبل ما ينزل المسلسل هنزل صوركم كلكم في المجلات والجرايد وعلى افيشات في الشوارع علشان الناس تعرف ان دي قصة حقيقية، راجل وست ستات. ايه ده يا استاذ؟ معقولة يعني حضرتك تاخد أسرارنا وأسرار عيلتي كلها وكمان تنشر صورنا للناس عشان تأكد للناس إن إحنا يعني تفضحنا؟ يا راجل ما تبصش للحاجات دي، ما تتنزلش عن الشهرة وعن المجد عشان الحاجات الصغيرة دي. لا معلش يا أستاذ، يغور الشهرة والمجد وكل حاجة قصاد إن أنا ما أفضحش عيلتي. بعدين معاك بقى يا أستاذ عادل، خلاص هزودك عم 1000 جنيه. أنا مش بتكلم كده عشان أزيد، بعد إذن حضرتك أنا مش هعمل القصة دي خالص. 2000 جنيه. لا يا أستاذ لا، معلش معلش مش هقدر. اتفضل حضرتك. 3000 جنيه. لا يا أستاذ اتفضل من غير ما تقول لحضرتك، اتفضل. 4000 جنيه. مش موافق. 5000 جنيه. مش موافق يا أستاذ. 10000 جنيه. موافقين؟ موافقين؟ اوعى تتردد. اوعى. لا لا مش موافقين، دي قصه تانيه. اتفضل يا استاذ. 20000 جنيه. عضو ساكتين، عضو ساكتين. اتفضل يا استاذ. 20000 جنيه. لا يا استاذ، لا يا استاذ، بعد اذنك بعد اذنك. 30000. هم موافقين؟ لا مش موافقين، مش موافقين، مش موافقين. شوية فلوس هتخليكوا تغيروا يعني منهجكوا؟ حرام عليكوا، ده احنا ما صدقنا ان احنا عملنا عيلة، هنيجي نبوظ العيلة بشوية فلوس. أنا كنت غلط ولا كنت صح يعني؟ كنت صح يا عادل. برافو برافو.
خلاص دلوقتي هدي كل واحدة فيكو الحتة اللي خاصة بيها وهي تتصرف فيها، تقطعها تولعها، انتوا حرين. اتفقنا؟ اتفقنا.